الاحتلال الإسرائيلي هو لب المشاكل في منطقة الشرق الأوسط، لأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة يؤجج فتيل الإرهاب ويعطي حجة لمن يدعون أنهم يتكلمون باسم الإسلام لاستقطاب مزيد من فئات الشباب إلى صفوفهم. ولذلك لابد من إزالة هذه الورقة من يد الإرهابيين عن طريق إحقاق الحق في فلسطين والتوصل إلى الحلول الناجعة التي تحقق للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.